وقفوا. مالك يا شيخ ايوب؟ نيخ الجمال؟ نيخو الجمال؟ انصب الخيمه بتاعت الشيخ ايوب يا شيخ ابراهيم، انصب الخيمه بسرعه. يلا يلا انصب الخيمه.
يا ابراهيم. الحمد لله فاق بيشكر جنابك بشده انك سبت له الخيمه بتاعت سعادتك. يعني هو كويس؟ الحمد لله لسه فيه النفس. مش فاهم. انا هروح اطمن عليه. روح ارتاح يا ابراهيم. بعد اذنك انا بكهن. سلمت. سامحني العاصفة دي جت بدري قبل بشهر. لو كنت أعرف ما كنتش هطلعكم بالرحلة دي. المهم انت تبقى بخير يا شيخ أيوب. صاحبت الصحراء طول عمري عارفها، حافظ طرقها حتة حتة، حافظ مواسمها، بس بتخطر مهما أمنت لها هتخونك. مش قد خيانة البشر. ما تخافش، انتوا خلاص وصلتوا. ليلة ونهار هتكون وصلت. شيخ أيوب ما تفكرش في حد دلوقتي، فكر في حالك انت. ايه الاخبار يا جناب المأمور؟ ايه يا ماما؟ ايوب كويس؟ رد علي. ما تخافيش يا كتر. لا خايف وخايفة قوي. لا ما تخافيش. أنا معاك. نعم أخاف الموت، ومع ذلك كنت مستعدا في وقت ما أن ألقاه دون تردد. أيامها كان هناك معنى، غير أنه زمن وانقضى. جناب المأمور، جناب المأمور، الشيخ أيوب تعيش انت سعادتك. أرد فيك يا إبراهيم. روح حضر الرجالة عشان ندفن ونصلي عليه. ومن لا يخاف؟
أسأل نفسي كيف سيباغتني. مئات الأشكال تختبئ في زوايا مظلمة لتنقض مرة واحدة. هي نفسها النهاية. لازم نفكر. لازم نفكر محمود. فكر يا كتر. مش هنفضل هنا لحد ما نموت واحد ولا تاني. ان شاء الله نلاقي حل. ممكن نسأل حد من بعدين بقى. وبعدين محمود انا مش عايز اموت. بعد اذن سعادتك يا جناب المأمور. يا ابراهيم، مساعد الشيخ ايوب الله يرحمه هو اللي هيكون دليلنا، وامر ان احنا نجهز القافله ونتحرك على الفجر ان شاء الله. يعني عارف الطريق؟ ان شاء الله. على الله. على الله. ابراهيم روح حضر رجالتك، يلا دوب نتحرك بسرعه. حاضر سعد. يعني خلاص اكيد عارف الطريق. طمنك. جديد يا عسكري منك له. احنا وصلنا سيوة ابراهيم. احنا على مشارف سيوة سعادتك. دي ارض الاجواد اللي بيشتغل فيها الزجالة، وان شاء الله بكرة الصبح هنكون في سيوة. صبح ايه؟ هنبات هنا الليلة؟ بعد اذن جنابك النهار بيروح، من الافضل يعني ان احنا نوصل سيوة في النوارة، وهتبقى فرصة يعني ان جنابك تستريح من عناء السفر، والعساكر يعني يتأيفوا كده علشان يشرفوا جنابك لما ندخل سيوة ان شاء الله. عنده حق الامر الله يسعدك. تعرف كل حاجة عن الواحة. الست ولا الغنى، محدش يعرف عنهم حاجة جنابك، ومهما سعادتك عشت معاهم عمرك ما هتعرفهم. دي دنيا تانية يا جناب المأمور. اتفضل استريح استريح استريح. طمر يا عسكري. طمر يا ابني منك له. يلا اتفضل جنابك وابدأوا فرش الخيام، هنتفرج على بعض. اقعدي اتفضل.
شكرا يا ابراهيم. يلا هم منك له بسرعه. ما ليه بيرقصوا زي ستات؟ من طريقتهم كده. أنا قريت في ملف إنهم بيتجوزوا بعد سن 40. آه. إيه؟ مش عارف. والله يمكن عشان ما يتلهوش عن الشغل. دول أصلهم فقراء أوي. جايين من أماكن فقيرة. والأجواد بيدوهم مأوى. هما تقريباً عبيد عندهم. حتى لما حاربوا معاهم تلاقي جزء من دول مع الشرقيين والجزء التاني مع الغربيين. ايه دخل الجواز بشغل؟ خلاص بقى يا كاترين، هنقضي الليلة بنتكلم على الزجالة. انا عاوز اعرف الأصوات التي نكتمها تزيد من توتر الجسدين. بداية لا بأس بها في الواقع. صح يا ابراهيم، يمكن سعادتك محتاج حاجه. انت كنت على المعاش يا ابراهيم مش كده؟ ايوه سعادتك. الامير الله يسعده هو اللي رجعك. مظبوط. طب انت يا ابراهيم اول ما ترجع تروح جاي على سيوه كده؟ ده اكل عيش يا سعاده المأمور. القاهره ما فيهاش اكل عيش. البدلات اللي انا باخدها هنا سعادتك اعلى من اي بدلات في القطر كله، وانا في رقبتي كلها. يا ابراهيم المفروض ولادك الكبار هم اللي يساعدوك مش العكس. بالاحفاد يا سعاده المأمون، انا ولادي راحوا فرقه الكوليرا لضربه البلد. ربنا خد زينة الشباب وفاتني انا. حكمته بقى عمري علشان اربي العيال الصغيره دي، نجاني من حرب الانجليز ومن الكوليرا ومن حرب
كده الأمير الراي سعيد بيجيبني هنا يعني علشان أحوش له قرشين. شوف يا أخي، إحنا مضطرين على كل حاجة. الواحد فينا فاكر نفسه وسطى وهو اللي بيختار. انت ما تركتني هنا بس مش من مزاجك، انا ما كنتش عايز اجي بس ما صرتش اقول لك. وانا كان ممكن اختار واقول لا، احنا منبرين ولا مخيرين يا ابراهيم؟ فهمني. يعني شوية مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت علي خطى مشى. نعم سعادتك. انت عايز ايه؟ انا عايز سلامتك يا جنوب المأمور. احنا جاهزين وهنتحرك في الفجر ان شاء الله. طيب روح ارتاح. نعم. تصبح على خير يا جنوب المأمور. السلام عليكم. ازيك يا ابن الواحد؟ كيف ده؟ صباح الخير. موجود. دي بقى اوضه الضيوف سعادتك، يعني لو حد حب يعني يجي لسيادتك زياره ولا حاجه يعني. اتفضل 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 جنابك اتفضل. لا وفوق فيه الفرنده القعده فيها بعد العصريه ترد الروح. اتفضل جنابك اتفضل اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ودي بقى اخر غرفه جنابك، دي غرفه جنابكم يعني. اتفضلوا غرفة النوم ولا مؤاخذة يعني كاملة من مجاميعه، يعني فيها السرير والدولاب والفرش وكله بحري كمان، يعني هتبقى حاجة كويسة إن شاء الله. حلوة استهاني. ها الأوضة حلوة أوي. ولو احتجتوا حاجة جنابك أنا تحت أمركم. شكرا شويش، أنا مش محتاجة حاجة بس أنا لازم أنزل أتأكد إنه كله تمام. اتفضل اتفضل.
لا من هنا سمينا يعني من اي حته كله كله منفذ يا فندم. انا لازم اموت. هم قتلوه هنا؟ المعمور اللي فات قتلوه هنا؟ لا جنبك. امال فين؟ سعادتك يا فندم ما تشغلش بالك، دي ايام راحت لحالها. طب والله والله انا مستبشر بجنبك خير. قتلوه فين؟ اتفضل جنبك. رموه من هنا ساعتها. غرفة دي. وصندوق ده. بعدين اقول لك مين يطلع يلعب. تمام يا فندم. شكرا. تمام. انا وضبت كل حاجه وشويه كمان وضبت تاني. بيت حلو قوي محمود. بس مفتح من كل حته، شبابيكو اكتر من حيطانه. جو جميل في واحه ومحيطه كبير وسوره قصير. ما تخافش. أنا ما بخافش. أنا خايف عليك أنت. طول ما أنا معاك ما بخافش أبداً. أنت وعشك بيت عابدين. طبعاً وأنت ولا فارق معاك. إذا كنت سبت أيرلندا بحالها وجيتي لحد مصر، تحسيش أبداً بالحنين لبلدك. أنت بلدي وأنت بيتي. أنا كمان مش هيبقى لي حد هنا غيرك، بس برضه وحشني بيتي. أنت جسمك وحش ستات تانية. أنت وحشك بيوت الفنا، كركنات. أنا لا يفهم أنت. أنت يفهم. أنا لا يفهم. أنت يفهم ويفهم فسحة ويفهم. فسحة كاترين فسحة، كان فسحة عشان أنا أفهم. نقعد طول النهار هنا. الله، فين النشاط يا ولاد؟ يلا يا ابني مرزوق، خد طه والنبي واربطوا الخيط بسرعة. نورت مكانك يا جلال المأمون. اتفضل. ده كبير قوي الاسم ده يا ابراهيم. لا سعادتك، ما هو ده ما كانش اسم، ده كان بيت العمده يوسف والحكومه قلبته اسم. اتفضل سعادتك، مكتب سعادتك. العمده ده اول واخر عمده مش كده؟ الحكومه ما عينتش بعدين. مظبوط سعادتك. كان راجل شراني بعيد عنك، من الغربيين.
لكن شوف سبحان الله، يبقى جد اطيب واحد في الواحة الشيخ يحيى كبير الغربيين. يوسف ده بقى سعادتك فضل يتمحلس للحكومة في مصر لحد ما بقى عمدة، وجي هنا بقى بنى البيت دوت وقعد فيه، وفضل يقوم الحكومة على الشرقيين شوية ويقوم الشرقيين على الحكومة شوية، لغاية بقى ما الحكومة جت عملت حملة وقلبت على الكل ولغوا العمودية. وليه الحكومة ما عينتش عمدة غير ابراهيم؟ الأجواد ما وافقوش سعادتك، قالوا بقى لو جابوا عمدة من الشرقيين الغربيين هتزعل، ولو جابوا عمدة من الغربيين الشرقيين هتزعل، فسابوها كده من غير عمودية. بس أقول لسعادتك في واحد من الواحة بيحرجم يبقى عمدة، الشيخ صابر كبير الأجواد. قريت عنه في التقارير بس مش كتير. أكيد هيجي يعرف نفسه لسعادتك. قول لي يا إبراهيم، ليه العمدة بنى البيت بعيد قوي كده ومسكنش جوه المدينة؟ علشان يبقى كاشف كل حاجة ويلحق يدافع عن نفسه هو ورجالته. لو المسافة دي كلها ما حمتوش مش هتحمينا احنا كمان لو أهل الواحة هاجوا. لا اطمن جنابك، المعمور اللي قبل سعادتك ساب لك هدية معتبرة فوق السطوح. هو ده شغال ولا منظر زي اللي حرمنا بيهم في اسكندرية؟ والله مش عارف سعادتك، بس حتى لو منظر كفاية الهيبة اللي هو عاملها للمكان ده. أي حد سعادتك بيعدي من جنب الاسم بيخاف يرفع عينه فوق علشان عارف اللي فيه مدفع. خربان بقى شغال، مهم الهيبة. تمام يا فندم، الشيخ صابر كبير الأجواد تحت طلب بقابلة سعادتك. خليه ينتظرني في مكتبي. تمام يا فندم. خلي بالك سعادتك، الراجل صابر ده تعبان وسمعه ما بيخلصش، حرص منه. ده ربك كاتبه هنشوفه.